اتفضل يا استاذ احمد. مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك على الهواء استاذ لبنى. ايوه يا فندم اتفضل. اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ لبنى. كانت المبادره بتاع البنك المركزي اللي اتكلم عليها السيد الرئيس بتاعت المشروعات اللي هي الصغيره والمتوسطه. الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر. المتوسطه والمتناهيه الصغر. تمام. دلوقتي حضرتك انا شاب عندي 38 سنه. سافرت كتير المهم ما كونتش حاجه. عندي طفلين دلوقتي. اتقدمت لبنك مصر علشان اخد قرض. اتقدمت البنك الاهلي عشان اخد قرض. تعجيز كامل من اداره البنك. اولا بيقول لي لازم تمول ب 30%. انا ما عنديش حاجه ان انا امول بيها. لو معايا تمويل او تلت التمويل بيقول لي 30% كنت قدرت اعمل المشروع اللي انا بعمله بشتغل فيه تجاره وتوزيع وكلام من ده. تمام. تمام؟ اه. بيقول لي 30%، قلت له حضرتك انا لو معايا 30% من قيمه القرض اللي انا عاوزها ما كنتش اتقدمت القرض. حضرتك. اه. تمام حضرتك؟ فدلوقتي مش عارفين نعمل ايه؟ هل ان هم ما بيطبقوش كلام السيد الرئيس ولا ايه بالظبط؟ هو انت فرع بنك ايه المكان اللي انت فيه؟ حضرتك دمياط. دمياط. بس هل دمياط دي محافظه؟ انت فين في دمياط؟ محافظه دمياط يا فندم. محافظه دمياط. مدينه ايه؟ مركز ايه؟ كفر سعد يا فندم. ايوه بس كده عشان عارف احنا بنتكلم عن مين يعني. الناس كفر سعد حضرتك. واقدر اقول لك بالاسماء. انا قابلت لا مش اسماء. انت عايز تقول ان فرع البنك الاهلي وبنك مصر في كفر سعد دمياط ما ما بيقدموش الخدمات الكافيه اللي انتم متوقعينها كشباب صح؟ بالظبط يا استاذ. بس هو السؤال برضه يا استاذ احمد يعني هل دي شروط وتعسف من البنكين ولا دي شروط البنك المركزي والبنوك بتطبقها؟ حضرتك لما جت المبادره دي كان المفروض ان هو يكون ليها شروط ميسره جدا. للاسف البنوك بتتعامل في ارقام كبيره، بيتعامل مثلا في ملايين الملايين، فبالتالي بيطلب اوراق ومستندات وضمانات ودراسات جدوى والكلام ده كله. القروض الصغيره دي ما بتحتاجش هذا الكلام. يعني انا اللي بياخد 20000 واللي بياخد 50000 واللي بياخد 100000. بس برضه السؤال يعني البنك هو اللي عامل الكلام ده من نفسه بيضمن يعني فلوسه؟ ما هو ولا البنك المركزي بتعليمات البنك المركزي؟ ما هو البنك بيطبق نفس الشروط بتاعت المنح والقروض الكبيره. طب ما هو ما فبالتالي ما بينفعش. احنا استدعينا السيد المحافظ البنك المركزي طارق عامر في اللجنه الاقتصاديه واتناقشنا معاه في هذه المشكله من حوالي شهر ونص، واتكلمنا على اساس ان هو يحط اول هام يخصص فرع من كل محافظه يتعامل في هذه القروض. طيب. عشان ناس معينه. حضرتك انت بتتعاملي في مشروعات كبرى، مش هينفع تتعاملي في مشروع صغير ب 100000 و 50000. اللي بيت مهم اللي بيتعامل إن انا دلوقتي لو انا خليك دخل كده ان احنا اربعه شغالين في احنا في فرع القروض قسم القروض. ايوه بالظبط. اللي جالك واحد يقول لك انا عايز قرض ب 50 مليون جنيه. 50 مليون. واحد يقول لك انا عايز قرض ب 50000 جنيه. انت بتطبقي نفس الشروط بتاعت ال 50 مليون على ال 50000، وبالتالي بيتم تعجيز بعض الشباب. اترد عليكم ايه بقى؟ قسم شرائح معينه. اقترحنا معاه، وده اللي في طريقه للتنفيذ. ان كل محافظة يكون فيها فرع معين يتعامل فيه القروض الصغيرة بحيث ان هو يكون ملم بيها مع شروط ميسرة جدا بالنسبة للقرض اللي هو الخمسين والمية والمتين، تختلف تماما عن المليون واكتر والكلام ده كله. ودراسات الجدوى، واحد عايز يعمل مشروع صغير هيجيب دراسة جدوى منين؟ تمام. طيب.